هذا الفيديو اللي يقول عليه الذكاء الاصطناعي واتهم به الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني واضح ان هذا خرق لمصلحه اقليم كردستان وشعب اقليم كردستان ولحكومه اقليم كردستان، لانه هذا يخفف من ويزيد عفوا مو يخفف يزيد من حده التوتر ما بين الاحزاب وما بين الشعب الكردي، وهذا مرفوض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني. الحزب الديمقراطي الكردستاني ينأى بنفسه عن هذه الصراعات، وهو دائما ما يرفع شعار. أنتم من فبركتوا هذا الفيديو؟ لا سيدتي الفاضلة، الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يحتاج إلى فبركة هكذا أمور. الحزب الديمقراطي يعني هذا حقيقة الفيديو لو لا؟ الحزب الديمقراطي أكد أنه هذا فيديو حقيقي زين، حسب مصادره وحسب ما نشر وحسب ما ذكر في البيان. خلنا أكمل دقيقة أستاذ أحمد. هذا الفيديو سيدتي الفاضلة تأكد منه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد أن تأكد يلا أصدر البيان ضد هذا الفيديو، وهذا يعد شرخ لصف الكردي و لا يقبل به، وينأى بنفسه عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يحتاج هكذا فيديوهات ولا يحتاج هكذا تسويق، لأنه الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه جمهور ثابت، لديه جمهور منتظم، لديه أرضية واسعة للانتخابات، وهو من يحصل على أكبر عدد من المقاعد وسيبقى الفائز الأول، وهذه الانتخابات بقت أيام قليلة. نعم. هم الأخ أحمد قال إحنا دزينا الفيديو لصفحة مختصة اللي هي تقنية من أجل السلامة وجانا الرئيس. أنتم حزب، لماذا تعتمدون على مصادركم؟ لماذا لم تتخذون نفس الخطوات قبل ما تنزلون هذا؟ منو قال لك الحزب اتخذ نفس الخطوات وحلل وتأكد يلا صدر بيان؟ الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب عريق ولديه مؤسسات إعلامية ولديه كافة الوسائل. يعني متأكدين هذا الفيديو حقيقي؟ حسب ما صرح به الحزب الديمقراطي الكردستاني نعم متأكدين بأن هذا. شنو إجراءاتكم القانونية أستاذ جاسم؟ الفيديو كارثي إذا أنتم تقولون عنه أنه فيديو حقيقي. الحزب الديمقراطي الكردستاني يتحفظ على الرد في الوقت الراهن حتى لا يشق الصف الكردي من أجل لملمة الأوضاع ومن أجل المضي في الانتخابات، وبعد الانتخابات هذا لها إجراء ثاني.